حفيظ بن عبد الله، حفيظ بن حمد بن عبد الله المعلص. نعود الى مقدمة الشوط، الرفادة شعار الرسمي على مقدمة الشوط رئيسي الحقائق لمن. هناك مثلث برمودا على مقدمة الشوط، ميعاد الغزيل، ميعاد الغزيل، اسباير بن حفيظ، بن حفيظ او بن المعلص، جود الجود من الماجود، جود يا جود، تسللت جود، انطلقت جود في الوقت القاتل. شعار بن المعلص، شعار المعلص يخطف مقدمة الشوط، يخطف الشوط الرئيسي. احتفلوا يا جماهير جود، والجود من الماجود، وما اذخرت جود على جماهيرها تقدم هذا العطاء الكبير. سلام المعلص، سلام، سلام جود، سلام، تهانينا والناموس لمالك جود حفيظ بن حمد بن عبد الله المعلص. سياف سياف سياف، بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري، انطلق في الشوط الرئيسي، انطلق في الشوط الأول يحمل الرقم 11. في هذه اللحظات يحقق، يفوز، ينتزع الشوط الرئيسي الأول، الشوط الأول، الشوط الأول. الله، الرسمي، 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 الباسل، 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 باسل الرفادة يحقق وينتزع. دليلة، دليلة القادمة غيرت على الصدارة، محمد بن ربيع بن صالح الجابر المري، هنا من يغير مع الصدارة وانطلاقة دليلة بناموس هذا الشوط بأداء ممتاز. دجارة مع المركز الثاني، سالم بن محمد بن حران، بينما أتابع المركز الثالث هناك تواجد من الدوحة علي بن حمد بن محمد الحسن البهيدة، ولكن الصدارة، الصدارة، دجارة، دجارة، وهنا دليلة. الله، الله، يا الانطلاق دليلة، الدوحة، الدوحة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة مع الدوحة، مع الدوحة، مع أيضا دليلة. الله، خط النهاية، الدوحة، الدوحة، دليلة، والفوت فنش مشاهدينا. الرابع مع اندفاعته هنا في هذه اللحظات، ولكن نعود الى مساحة، والشقب قادم، الشقب قادم، الشقب على المركز الثاني، ولكن شوفوا شعار بن خزيم قادم في هذه اللحظات، بدأ يغير من مركز الى مركز، مرفوق محمد بن ربيع بن صالح الجابر المري على المركز الثاني. الله، مساح، مرفوق، مساح، مرفوق، مساح، مرفوق، الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة، يا السلام، بن عايض، بن خزيم، نتابع وإياكم الأمتار الأخيرة، ولكن مساح، 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 سلام يا السنجاري، سلام، سلام لمحمد بن علي العايض على هذا الفوز والانتصار مع فوز مساح، وانتزع نقطة هذا الشوط. عودة إلى شعار الجنرال مع هذه العروضات الكبيرة، مع هذه العروضات المميزة، يتقدم شعار الجنرال مقدما لنا افعال سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الرحمن، على هذا الأداء الكبير، على هذا العروض المميزة من قبل شعار النجوم، شعار الجنرال الحاضر دائما وابدا بهذه النوعيات النادرة، بهذه النوعيات المميزة، مع هذه الأشواط المميزة والكبيرة، يحضر الجنرال بشعاره وبأفعال، أفعال، أفعال، تهانينا والناموس لمالك أفعال سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي، تهانينا. كلمة
المشاركين هنا مع صدارة الشوط. نواف يا نواف يا نواف، نواف بن هادي بن حمد البريدي المري مع اللحظات الأخيرة مع الأمتار النهائية. الله 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 الله، مبهر واللحظات الأخيرة، مبهر والأمتار النهائية. سلام يا مبهر، سلام يا نواف، نواف والوصول مع المركز الثاني. وصل في هذه اللحظات وتقدم في هذه الأثناء نذير هنا، ولكن مبهر 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 نواف بن هادي بن حمد البريد المري. المركز الخامس اللي وصلت في هذه اللحظات، بدأت تتقدم باندفاعاتها الدرة علي بن راشد بن عبد الهادي بن شير المري، بدأت تغير، ولكن شوف اللي وصلت، الطيارة الطيارة قادمة على المركز الرابع، مندفع عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة، ولكن بن شير يغير إلى المقدمة. بن شير يا السلام مع هذا الشعار، باندفاعه ولا أروع مع الدرة، أحد درات بن شير القادمة والمندفعة هنا، ومقدمة هذا الأداء من ميدان السيح، مندفعة بهذا الأداء المتميز الدرة علي بن راشد بن شير المري. ولكن شوف القدوم بن سعد على المركز الثاني، ولكن الدرة تهانينا على هذا الناموس علي بن راشد بن عبد الهادي بن شير المري المركز الثاني. الى البصير الى البصير الى الكاموخة، اصمد يا البصير، الاسماء قادمة واصلة نحو المنافسة، نحو التحدي الكبير، نحو الانطلاق المثير. محمد بن علي بن مبارك الكاموخة من يتقدم شعاره، لكن بن عايض قادم يقدم لنا موفق، ما هل يتوفق بهذا الانطلاق ام يكون التوفيق حليفا للكاموخة؟ بن عايض الكاموخة اللحظات الحاسمة، الله موفق، غير مجريات هذا الشوط، تفوق وتوفق في هذا الانطلاق وخطف الناموس، حقق المركز الأول. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن حمد ألف حيده المري المركز الثاني. كان الوصول من قبل مع العثري من تنطلق على البداية، وثاني الأسماء وصل الشعار بن قطامي يقدم لنا سرابة، ثالث المراكز وصلت سحابة بشعار بن مانعة، ولكن العثري مع الانطلاق الأول مع الفوز والانتصار بشعار طالب بن راشد بن حمد الفهيدة المري من بداية الانطلاق، وهي مسيطرة على الصدارة، تنطلق بهذا الأداء المميز العثري بشعار طالب بن راشد بن حمد آل فهيدة المري، يتقدم هنا مع البداية ومع أول الأسماء، يقدم لنا العثري طالب بن راشد بن حمد آل فهيدة المري. تهانينا والناموس وسعد الله صباحك يا مالك العثري، تهانينا والناموس لطالب بن راشد بن حمد آل فهيدة المري على هذا الفوز وعلى هذا. منافسة شيقة نتابع وإياكم هنا في هذه اللحظات باندفاعة مجمل محمد بن علي العايض، ولكن كساب مجمل نتابع وإياكم المنافسة الشيقة مع هذه الشعارين على المركز الأول والثاني، ولكن بن عايض الهاتريك يا بن عايض الهاتريك، السنجاري هنا يكرر الإنجازات في هذا الصباح ويندفع بهذا الشعار ويقدم لنا كل جديد مع مجمل، وتجمل مجمل بناموس مستحق محمد بن علي العايض ألف هيدة، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار مع مجمل المركز الثاني. كان كساب لسالم بن صالح. على
على راحتها ما قال لها شيء ولكن أمرها أمرها وانطلقت ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذه الانطلاقة من قبل رهوج التي تنطلق بالمركز الأول. هادي بن سالم بن محمد الفهيد المري الذي تواجد بالمركز الأول الذي حضر بحضور الأبطال. شعار بن قطامي يحضر ويتواجد يقدم ويأتي ويبحث عن هذه الانطلاقات الرائعة. تهانينا تهانينا من هذه اللحظات لمالك رهوج والذي أتى وحضر وقدم لنا رهوج. هادي بن سالم بن محمد الفهيدة المري تواجد بالمركز الأول وحضر بشعاره. المركز الثاني شعار شعار باللفجح يحقق الناموس والانتصار. ثاني النقاط مع هذا الشعار مع المركز الأول مع الصدارة. يا سلام يحقق الناموس هنا في هذه اللحظات من خلال تواجد مهاوش مع الأمتار الأخيرة. بينما المركز الثاني سياف عبد الله بن سعيد محمد بن قربان آل جحيش مع المركز الثاني ولكن الصدارة. والمركز الأول مهاوش ما شاء الله العرض المميز والكبير مع الأمتار الأخيرة. طالب بن راشد بن محمد آل فهيدة المري مشكورة باللفجح على هذا الأداء المميز والكبير. يحقق الناموس يخطف النقطة الثانية في صباح هذا اليوم في ميدان الشحانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار واسعد الله صباحك لطالب بن راشد بن حمد آل فهيدة المري. تهانينا على هذا الفوز. راس وانهت الشوط. راس سلام بن ذيبان سلام سلام على هذا العرض اللافت ما شاء الله تبارك الله جبارة بهذا الشعار المميز شعار بن ذيبان. تنتزع هذا الشوط انتزاعا لتهدي الناموس لمحبين شعار محمد بن فرج بن جابر بن ذيبان. إذن اللحظات النهائية على جبارة وعلى انتزاعها لهذا الشوط. سلام جبارة سلام والعصا في الابطان بدون أي أوامر ما شاء الله تبارك الله. إذن عرض وآداء وأيضا شكل جميل. سلام بالذيبان سلام جبارة 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 تنتزع هذا الشوط انتزاعا. سلام بن ذيبان سلام سلام جبارة سلام. تهانينا والناموس نزفها لمالك جبارة محمد بن فرج بن جابر بن ذيبان المري على انتزاعها لهذا الشوط بدون أي. درب لهذا البطل درب لهذا البطل. هذا هو بطل ينطلق بالمركز الأول. غازي قلت لكم غازي غزا المركز الأول. غازي بن جهيم غازي بن جهيم على المركز الأول. عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم على المركز الأول. وهل يبرين صباح الخير هل يبرين بن عايض يحاول اللحظات الأخيرة هالعجايب. يا سلام راعي الشبابي راعي الشبابي وغازي غازي غازي تهنئة نزفها على الهواء مباشرة إلى الوالد علي بن راشد بن جهيم. صباح الخير صباح الخير بمتعب. الله فاز غازي بالمركز الأول. صورة الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة ما بين إعلان ما بين منصورة ولكن خبير المضمرين خبير المضمرين بخبرته يقدم لنا هذه النوعيات الكبيرة والفريدة. هنا من تتواجد مع هذه الأمتار الأخيرة مع هذا الأداء الكبير مع هذا الأداء الممتع. منصورة منصورة منصورة. يا سلام يا سلام علي بن محمد بن ناصر آل بريد المري خبير المضمرين. سلام يا البريدي سلام سلام يا خبير المضمرين سلام سلام يا منصورة سلام. تهانينا والناموس لمالك منصورة علي بن محمد بن ناصر آل بريد المري. تهانينا والبيوت. الضابط
الدوسري يصل مع هذه اللحظات الكل قادم. أذعار يصل حمد بن مسعود بن جابر المسعود. الله بدأ الهجوم ولكن الحذر الحذر على الصدارة بن جبران. شعار البطل الحاضر بنجومه بانطلاقاته الممتازة يقدم لنا الحذر الحذر مع الصدارة يغادر الجميع ينتصر في هذا الشوط. سلام سلام الحذر سلام هذا الأداء والانطلاق الممتاز. شعار بن جبران هنا مع هذه اللحظات يحمل لنا أيضا هذا التحدي والانطلاق الممتاز مع الحذر الحذر. سلام بن جبران سلام الحذر. تهانينا والناموس لسالم بن جابر بن محسن بن جبران على هذا الفوز والانتصار. قدم لنا هذا الانطلاق المميز والجميل من خلال بلشة محمد بن علي بن حمد الفهيد المري بدأ يقدم شعاره ولكن شوف الوصول الواصل في هذه اللحظات ما شاء الله يا غير. عبد الرحمن بن علي بن جار الله آل بريد المري بدأ يقدم غير على المركز الثالث بهذا الدخول الممتاز ولكن عودة إلى الصدارة المقدمة. هناك مشاهدين الأعزاء ما شاء الله ازهم ازهم واللحظات الأخيرة وبن جبران وداهية منافسة ثنائية في اللحظات الذهبية. الله 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 لكن البطل البطل يقدم لنا هذا الانطلاق من داهية إلى الصدارة والناموس تسير بشعار البطل. سلام يا داهية سلام سلام يا بن جبران. سالم بن جابر بن محسن الجربوع المري اللي قدم لنا هذا الانطلاق من داهية. إلى سياف سياف يا بن ضابط ولكن الوصول والانطلاق مع هياض هياض يا الفهيد هياض والحاضر والواصل السيف السيف لناصر بن عبد الهادي بن صالح آل جفران المري مقدم لنا السيف مع الأمتار الأخيرة. السيف وهياض هياض والسيف والأمتار الأخيرة الأمتار الحرجة. يا مالك السيف يا مالك هياض ما بين الفهيدة ما بين راعي السيف ولكن هياض هياض والسيف واللحظات الأخيرة. المنافسة ما بين الضيف والمضيف والتحدي الكبير. طيف 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 بسم الله ما شاء الله بدأ الانطلاق الثنائي ما بين طيف وما بين القايدة القايدة وطيف. بن عايض بن عايض بن عايض يقدم قدم لنا طيف خاطفة اللقب من تحقق المركز الأول. محمد بن علي بن حمد الفهيدة المري مقدم لنا طيف بالتحدي الكبير. بن جبران يقدم لنا القايدة سالم بن جابر بن جبران اللحظات الحاسمة. طيف والقايدة القايدة وطيف. بن عايض بن عايض يختطف شعاره ناموسي هذا الشوط ويحقق المركز الأول مع طيف من حملت الرقم واحد وخطفت المركز الأول. تهاني وجود هذه الأسماء بانطلاقة هذه الشعارات ولكن غير سهاج للمقدمة إلى الصدارة يسير بالتحديات الأخيرة. هذا هو سهاج بشعار مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي ولكن في المركز الثاني. الوصول من البصير لمحمد بن صالح بن جرحب اللي قدم البصير على المركز الثاني اللحظات المثيرة ولكن هو الأقرب سهاج إلى الناموس يسير بالأداء الممتاز في اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة ما شاء الله ولكن سهاج مع الناموس مع الانتصار. اللحظات المثيرة اللحظات القاتلة. الله 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 ولكن سهاج البطل المتوج بناموس هذا الشوط. تهانينا لمبارك بن محمد بن هادي الجربوع المري على فوز سهاج بالمركز الأول. بينما عبد
عبد الله بن راشد الزعبي، ولكن هنا صدى تطير بناموس هذا الشوط، تحقق الناموس والانتصار. ما شاء الله الشكل مميز والأداء رائع، مشكور يا بن جبران على هذا الأداء المميز والكبير اللي تقدم صدى. ما شاء الله شوف هذا العرض المميز والكبير، صدى تحقق الناموس والانتصار، مهدي البطل بن جبران هذا الناموس والانتصار. ها هي صدى مشاهدين الكرام تحقق هذا الانتصار بعرض مميز وكبير. ما شاء الله ما شاء الله على هذا الأداء الرائع والجميل، مشكور يا بن جبران. التوقيت الزمني تهانينا تهانينا والناموس يا بن جبران، التوقيت الزمني يتحطم مع صدى، تهانينا والناموس لسالم بن جابر بن محسن الجربوع المري. قادمة في هذه اللحظات، هادي بن راشد بن هادي بن علي القرح يصل مع هذه اللحظات. الله يا الأسماء، الله يا التحديات القادمة. هناك برمودة من الجانب الآخر وأيضا غلاء على الصدارة، سمحة قادمة. الله التغيير في هذه اللحظات، نتابع سمحة، سمحة غيرت على الصدارة. هادي بن راشد بن هادي بن علي القرح يغادر مع هذه اللحظات، يقدم لنا سمحة، سمحة على الصدارة، سمحة بالبداية. الله يا الانطلاق، الله يا التحدي الأخير، ولكن هناك أتابع أيضا، أتابع التحدي، أتابع الانطلاق من برمودا، ولكن سمحة، سمحة 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 مع الصدارة، مع الناموس تهانينا والناموس لمالك سمحة. هادي بن راشد بن هادي بن علي القرح على هذا الفوز. ولكن روح الزعبي بالأداء الممتاز يقدم لنا بحور وأمام الحضور بأدائه الممتاز، تنطلق على المركز الأول. هذا هو الحضور الزعبي، عصاب بطانه، أي ثقة ما شاء الله تبارك الرحمن، ثقة عالية، ثقة 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 ثقة، هذا الشعار المميز المبدع دائما. الزعبي يقدم لنا بحور، حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي العصاب البطان، هذا هو الأداء الممتاز، هذا هو الأداء المميز، وإلا فلا. سلام الزعبي سلام، والزعبي عنوان هذا الشوط. المركز الثاني ووصل بن جبران، البطل البطل بن جبران يتحرك في هذه اللحظات ويقدم لنا كرارة، كرارة يا نجم المنصات، كرارة يا نجم الميادين. سالم سالم عبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوعي المري، كرارة وهذه السلالة العريقة، من أين أتيت يا بن جبران؟ من أين أتيت بهذه النادرة بهذا الاسم العريق؟ سلام يا بن جبران سلام، تهانينا تهانينا والناموس لمالك كرارة عبد المحسن بن سالم بن جابر بن جبران الجربوعي المري. صيت على المركز الثالث، تحضر بشعار حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي، وكذلك اللي وصلت خيال منصور بن عبد الله العطية، ولكن العودة إلى قيادة، قيادة العطية. الله 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 الله، هذا هو الحضور المميز يا راعي، يا راعي خيال، هذا هو الحضور الخيال. منصور بن عبد الله العطية المركز الأول يقدم لنا خيال، خيال خيال خيال. الله بن جبران اللحظات الأخيرة، ولكن خيال قفلت على الشوط. تهانينا وألف مبروك. أنا أشهد أن منطر بغنى وغنيت أنا اليوم ترباني، رجل الوطن ما دخل غنى منع منع أن العمر غاني، يوم
تحصنا في حكمة الإنسان يحصاني.